شوفي شوفي اللي عم تدفشيني. ما في شيء يا اختي، ما في شيء، بس انتي رح تضلي هون محبوسه عنا. ليش؟ انا ما دخلني، ما عملت شيء، ما دخلني. بعرف ما دخلي، وانا ما رح اقرب منك ولا رح اذيكي ولا بدي منك شيء بالمره. انا بدي من اخوكي الامانه، مصرياتي يلي اعطيته اياهم ونكرهم. طيب واهلي؟ واهلي شو بدهم يعملوا فيني وقت يعرفوا انه انا هون؟ اهلك عندي، لا تاكلي هم شيء بالمره، وانا برجع وبقول لك ما رح اذيكي ولا بدي منك شيء. ديري بالك عليها يا اختي. حاضر اخي. انا سنكون. يا مو بنتك ما نبدأ استخياطة. يو وين بدها تروح؟ أنا رحت لهونيك وسألتهم وقالوا لي إنه إلها بالعادة تغيب عن الدروس. وين لك ها؟ بنتك هربت. وليش رح تهرب؟ بنتك فضحتنا بالحارة. فضحتنا بالحارة يا مو. لك أمي لا تسمع من كلام الناس. أختك ليش هتهرب؟ بعدين لو بدها تهرب كانت على القليل أخذت لها كم غرض وتركتهم هون. إيه وين يعني؟ لك إيش بعرفني؟ ادعي الله يردها بالسلامة. سبحان الذي خلقك على هالجمال ما أحلى. والله ما عم تروحي من بالي. آخ آخ. سامحك يا صبري، كنت ناوي اطلب اختك على سنة الله ورسوله، بس يا حيف، يا حيف عليك، دفنت صداقتنا كرمال شو؟ حرامي يا عالم يا ناس، حرامي حقوق. شو القصة عاد؟ شو القصة؟ فهمني شو صاير؟ ما في شيء صبري، لا تشغل بالك بشيء. أنا نزلت وسرقت المصاري من عند شريكه لأبي، يلي سرق لي اياهم وما رضي يعطيني اياهم. لك سرقته سرقة؟ لك إيه، نزلت على بيته وسرقته. طيب هو شافك؟ شافني، بس أنا كنت ملتم وعملت حالي وجيت لعندك دغري لهم. لك إيه بس بدك تسمعني. هلا هني أكيد بدهم يروحوا على الكركون ويشتكوا، وأنت أول واحد رح يشكوا فيك، رح يجي الكركون ويشحطك. منشان هيك جيت لعندك. اجيت حط الذهبات، شنو انا ما بصغر فيك. لك صبري انت الوحيد اللي بصغ فيك وما لي غيرك بالحاره. بس الامانه صعبه لك عابد، الامانه ما بتحملها جبال. يا باطل هالحكي صبري، شو هالحكي عم تحكي؟ ولك انت اخي وعم اقول لك انا ما بصغر فيك، بقى شو قلت؟ خلاص توكل على الله، خلي امانتك عندي، خليها. يقبرني ربك، إيه هذا صبري اللي بعرفه. يلا قوم خذي طريق. يلا 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 يلا، لا تنسى الذهبات. شلون انساهم؟ يلا 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 يلا. لك أمي شو بدك بهالعلقة؟ لا يا يامو لا، الصاحب له على الصاحب. ما بيصير يامو يو، يعني يشوف صاحبه بعازة وما يساعده؟ بيجينا وجع راس ما بدنا اياه. لا يا مو لا لا، طمني بالك باذن الله ما فيها شيء. ما لقينا شيء سيدي، ما لقينا شيء سيدي. بس بدي افهم على شو عم تدوروا يا سيدي، فهمني. راشد واخواته تحميلك بالسرقه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على القصه. شوف عمي، انت فيك تقول لي وين كنت امبارح بالليل؟ وين بدي يكون سيدي يعني؟ بالبيت. بالبيت؟ مين بيشهد على الحكي؟ ليك اختي ها جنبي هي اللي بتشهد. ايه والله يا سيدي، اخي طول وقت امبارح نايم بالبيت ما طلع لقرني. طيب بدي حدا شاهد ثاني يشهد على الحكي. ايه على القصة، ايه ما في حدا. إذا كان بدك تروح معنا على الكركون. ايوه. وليش بقى بدي روح معكم على الكركون؟ لأنه عليك شكوى. إيه أنا بعرف إنه ما بيصير تحبسوني إذا ما كان علي مستمسك. إيه ما بدنا نحقق معك بالأول لتا نعرف؟ إيه لا سيدي، وقت كنت حققوا معي ليكو بيتي بتعرفوه، بتشرفوني لهون وبتشربوا فنجان قهوة وبتسألوني اللي بدكم إياه وبتحملوا حالكم وبتمشوا. أيوه طيب، نحن رح نروح نكمل التحقيق، بس وحياة هدلون
راجعين لك. ورايي. والله معكم. يلا. ما في حدا. والله خفت عليك اخي. لا تخافي اختي. لا تخافي، باذن الله ما رح يصير غير اللي بدنا اياه. ان شاء الله يا رب. الحمد لله يا صبري، الحمد لله. هي القصة صار مارق عليها 20 يوم، وراشد واخواته يقسوا من القصة كلياتها، يعني نسيوني وحلوا عني. يا الف الحمد لله. لك والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا صبري، عن جد انك رفيق وما لي غيرك بهالحارة كلياتها. بس بدي من بعد اذنك تقوم تجيب لي الامانة اللي حطيتها عندك. أنا امانة؟ لك مو وقت مزحك هلا، لك الامانة المصاري اللي حطيتهم عندك هون. شو بدالك عبيد؟ مو جيت تاني يوم واخذتهم مني؟ شو عم تحكي انت؟ صبري انا ما اخذت شيء. لا تكون مفكر حالك عم تعمل لك شيء خيلي مش عم تنصب علي. هذا الكلام مردود عليك. انا عم اقول لك ما اجيت اخذت منك شيء بالمره. اوعى لك صبري، اوعى تلعب هيك ولا هيك. ها لا اله الا الله. صبري روح جيب المصاري لهون احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك بالمره. قلت لك المصاري اعطيتك اياهم وخلصت من الموضوع كله. ولك صبري نزل ايدك احسن ما بهدلك. ولا مو انت اللي بدك تبهدلني. ولك انا بطلع بروحك هلا اذا ما بتجيبهم. بدك تسرقني مثل ما سرقته لراشد؟ لك ما فشرت. انت اكثر واحد بتعرف انه انا ما سرقته لراشد. انا جبت حقي منه. انت شو عم تحكي لك صبري؟ شو عم تحكي؟ انا شايف هالكبشه هي. والله لا خليك تدفع الثمن غالي عليها، والله. رح نشوف مين رح يدفع الثمن. رح نشوف. اطلع من بيتي ولا اطلع من بيتي. ولك عم اقول لك مالي طالع لحتى تجيب مصاري. لك اطلع بكرامتك احسن لك. اطلع بكرامتك. ماشي يا صبري. ماشي. متواجه. يابا شو هذا اللي صار بينك وبين رفيقك؟ ما صار شيء. هو جاي عم يتبلاني. بس انت ما رجعت له مصرياته اخي. مش لو ما رجعت له اياهم، بلا رجعت له اياهم، هو نسيان. ثاني يوم الحادثه لا انت طلعت من البيت ولا هو اجى لعنا ولا امانه. خلصي وليك؟ خلصي قطع عمرك. خلص اخوك ما بيكذب. يابا انا قلت لك خلصي بقى فهمنا. ليك ولي قسما بالله العظيم إذا بتتدخلي بهذا الموضوع لا أطرقك قتل قياما وقعودا. أنا بعرف وين أختك. وين أختي ولا؟ وينها؟ أختك ما بترجع لعندك لحتى ترجع لي مصرياتي. أنت رجع وخذ اللي بدك إياه، بس رجعها هلأ. هاي مصاريك، هاي المصاري اللي سرقتهم. والله معك. يلا يلا فرجيني عرض كتافك. وانتي حسابك عندي، حسابك عندي لما بينقلع هذا الواطي من هون. والله والله ما غلطت يا اخي، ما غلطت. صار لك كم يوم هربانة من البيت وبتقولي لي ما غلطت؟ اختك اشرف من الشراب. اختك ما لها علاقة بنوب. انا اللي خطفتها مشان ترجع دول المصاري اللي عم تقول انك أنا سارقهم. هدول مصرياتي. وش كان هي بتوافق هلا؟ أنا بطلب إيدها على سنة الله ورسوله. ولك ما فجرت بعيونك جوزك أختي ولا؟ خالتي أم صبري. أنا بطلب إيد بنتك على سنة الله ورسوله. ولك على جسي ما بتاخذها لأختي. بلا لسانك صبري. هذا الحكي إلي يا مو؟ إيه إلك تقبرني. إلك لولا طمعك وغدرك برفيقك ما كنا وصلنا لهالمواصيل. لك أمي الأمانة صعبة، بتعرف شو يعني الأمانة صعبة؟ كيف إذا كانت من رفيقك؟ رفيق عمرك. لك كتر خيره هالشهم هذا القبضاي يلي حافظ على عرض وشرف أختك.
مو مثل ما غدرت فيه انت. شوف يا ابني، اذا بنتي موافقه انا موافقه. وانا موافقه. إلنا الشرف. روح ما نقدر فيه. روح جيب الشيخ خلينا نكتب لك تعب. ألف مبروك تقبريني.